مشاهدينا، للحديث اكثر عن هذا الملف ينضم الينا الاستاذ الدكتور احمد رشدي عبد الله، رئيس فرع الاحياء المجهريه في كليه الطب الجامعه العراقيه. مرحبا بك دكتور معنا في نشرة الثامنه، ونشكرك على تلبيه دعوه الحوار، وايضا نشكرك على انتظارنا. بدايه، هل الحمى النسفيه تحولت اليوم الى وباء شبيه بوباء كورونا، ام هي في طريقها الى ذلك؟ مساء الخير. ابتداء، وباء كورونا هو وباء عالمي ويعتبر من الأمراض التي أصبحت معروفة عالميا، وانتشار الفيروس أصبح بشكل يؤثر على حياة البشر كافة. لكن الحمى النزفية عموما هو مرض متوطن، وهذا الفرق، هو أنه مرض متوطن بمعنى متواجد منذ السبعينات أو منذ الثمانينات في العراق. وهذا الفيروس المسبب للحمى النزفية أصله هو عضة القراد أو القراد المصاب، اللي هو يدخل في حلقة مغلقة، أنه القراد المصابة يعني تصيب الحيوان يصبح مصابا. بنفس الوقت إذا القراد غير مصابة وتعض أو تلدغ الحيوان المصاب، تصاب هي أيضا، وهكذا، وتصير دائرة مغلقة في الإصابة. النقطة المهمة في هذا الموضوع أنه هذا المرض المتوطن، اللي هو يعني معروف بالعراق منذ السبعينات ومنذ الثمانينات، بالحقيقة الآن تطور، بمعنى تطور جغرافيا وتطور في أعداد الإصابات، وبالتالي أصبح يشاهد أو يلاحظ بشكل مركز أكثر من قبل الجهات الصحية. عدد الإصابات يزداد، توقيت الإصابات اختلف، وحتى أماكن تواجد القراد الجغرافية تغيرت. وهذا يمكن واحد يعزي لمسألتين مهمة جدا: مسألة التغير المناخي، واللي تسبب بتغير مسائل كثيرة، مثل ما شفنا في التهاب السحايا وانتشاره خلال الفترة السابقة، اللي كان المفروض أنه ينتشر في نهاية الصيف، مو ينتشر وليس في بداية الصيف. والنقطة الثانية اللي ممكن تكون سبب، هذا يحتاج لبحث علمي رصين، أنه ما حدث من الزلزال في تركيا وانزلاق الطبقة العربية على الطبقة الأناضولية وتحركها 8 أمتار ممكن أيضا يسبب، قد يكون أحد الأسباب المهمة التي غيرت الأمراض المتوطنة في العراق. بالمناسبة، نحن نتكلم عن الحمى النزفية، لكن لا ننسى هناك أمراض متوطنة الآن في العراق أيضا ازدادت أعدادها، مثل التهاب السحايا في الأطفال. نعم دكتور، دعني أرحب بك من جديد. هل مواجهة الحمى النزفية صعبة، وهل تعتمد على المواطن أم الكوادر الطبية أم كلاهما معا؟ وبالحقيقة، بما أن الموضوع أصبح يعني منتشر بشكل ملاحظ، أنا أعتقد يحتاج جهد دولة، بمعنى أن تكون هناك لجنة، ولجنة تابعة إلى رئاسة الوزراء تتابع بشكل دقيق ما يحدث. والسبب الحقيقي هو متعلق في 3 مسائل رئيسية: المسألة الأولى القراد، المسألة الثانية الحيوانات المصابة، المسألة الثالثة البشر الذين يصابون. والبشر الذين يصابون أما هم أصحاب مواشي أم هم العاملين بالقطاع الصحي البيطري، هؤلاء هم أكثر الناس عرضة لهذه النقطة. وبالتالي هذا يرجعنا إلى الإجراءات، بمعنى إذا القراد والقراد ينتشر بشكل ملاحظ، بمعنى أن الأدوية التي تكافح القراد، هل القراد أصبح مقاوم لها؟ هذا يحتاج بحث علمي. وبالتالي هذا يصير بتوصية أن تغير الأدوية أو المبيدات المضادة للقراد بشكل يناسب مقاومة هذا، يعني هذه الحشرة لهذه، يعني لهذا الدواء أو لهذه أو لهذا المبيد. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحيوانات المصابة بالعموم حيوانات يلاحظ عليها علامات سريرية، ويجب أن تكون هناك ملاحظة خاصة في المناطق الحمراء. المناطق الحمراء بمعنى المناطق اللي موجود بها القراد وموجود بها الإصابات، ونحاول والمفروض الدولة تقوم بإجراءات محاولة إحاطة هذه المناطق وعدم خروج ودخول الحيوانات منها. النقطة الثالثة بالنسبة للبشر المصابين، بالعموم الإصابات هي خفيفة، لكن نسبة 40% ممكن أن تصير، يعني لحد 40% ممكن أن تحدث في الوفيات. وبالحقيقة الملاحظ أنه في السنوات السابقة كانت الإصابات ما تتعدى 50، الآن بدأت تتعدى 100 وال150 وربما أكثر.
وهذا يعطي انطباع ان الموضوع ليس سهلا، ويجب ان تكون هناك اجراءات حقيقيه للحد من ذلك، لان ممكن جدا اننا نستطيع ان نسيطر على هذا الموضوع. بالمناسبه هذا مرض متوطن ليس في العراق، في العراق وايران والكويت وسوريا، يعني مناطق دول الجوار او ما يسمى ببلدان شرق البحر المتوسط حسب تصنيف منظمه الصحه العالميه. نعم الأستاذ الدكتور أحمد رشدي عبد الله رئيس فرع الأحياء المجهرية في كلية الطب الجامعة العراقية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، ونعتذر منك على ضيق الوقت.